مشاهدينا الأعزاء أبنائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الحلقة الثانية من مراجعة منهج الكيمياء للصف الثالث ثانوي النظام الفصلي. نحييكم بأجمل العبارات وندعو لكم في هذه الأيام بالتوفيق والنجاح، ومن خلال برنامجنا مياه عالمية نستكمل وإياكم ما بدأناه من مراجعة لتتمكن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة من الإجابة على أسئلة الامتحان بكل يسر وسهولة. نذكركم أعزائي الطلاب بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج 100 على 100. فاصل قصير وسنبدأ بإذن الله تعالى معكم أولى الأسئلة. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم من جديد. دعونا نذكركم بأننا نراجع وإياكم منهج الكيمياء، وسنركز في هذا الجزء على الطاقة والتغيرات الكيميائية. ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج 100 على 100. والآن نبدأ على بركة الله السؤال الأول. السؤال الأول: اكتب اسم المصطلح العلمي المناسب للتعاريف التالية: القدرة على بذل شغل أو طاقة أو إنتاج حرارة. التعريف التالي يمثل الطاقة: أي تفاعل كيميائي أو عملية فيزيائية يمكن أن تتحول الطاقة من شكل إلى آخر ولكنها لا تستحدث ولا تفنى. هذا يعبر عن قانون، أحسنت، قانون حفظ الطاقة. كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة درجة سيليزية واحدة تسمى، ممتاز، الحرارة النوعية. الطاقة المخزنة في الروابط الكيميائية للمادة تسمى، أحسنت، طاقة الوضع. طاقة تنتقل من جسم أو من الجسم الساخن إلى الجسم الأبرد تسمى الحرارة. ننتقل إلى السؤال التالي: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: السعر كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء النقي 1 درجة مئوية. الإجابة هنا صحيحة. تحتوي المواد الكيميائية الداخلة في التفاعل الكيميائي على طاقة وضع فقط. الإجابة هنا تعتبر إجابة خاطئة. لدينا نوعين من الطاقة: طاقة وضع وطاقة حركة. طاقة وضع وطاقة حركة. لتحويل الكيلو جول إلى جول نقسم على 1000. لاحظ لدي هنا كيلو جول ولدي هنا جول، نقسم على 1000. دائما لما أتي أحول من كبير إلى صغير يتم الضرب وليس القسمة، فتكون العبارة هنا عبارة خاطئة. نعمل عملية ضرب وليس قسمة. كل سعر غذائي واحد يعادل 100 سعر. إجابة هنا تكون إجابة خاطئة. أحسنت. الإجابة الصحيحة: كل سعر غذائي واحد يعادل 1000 سعر. 1000 سعر. عند حرق الوقود ستفقد بعض طاقة الوضع الكيميائية له على صورة حرارة. عند حرق الوقود ستفقد بعض طاقة الوضع الكيميائية له على صورة حرارة. تعتبر العبارة هنا عبارة، أحسنت، صحيحة. تقاس الطاقة الحرارية وفق النظام الدولي للوحدات بالجول. عبارة صحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي: تحتوي حبة حلوة الفواكه والشوفان على 142 CAL من الطاقة، ما مقدار هذه الطاقة بوحدة CAL؟ لاحظ هنا الفرق بين هذه الوحدة وهذه الوحدة. هنا حرف السي كابيتال وهنا حرف السي سمول أو صغير. هنا يمثل 142 نطلق عليه كيلو كالوري أو كيلو سعر، بينما هنا يطلق عليها سعر فقط بدون كلمة كيلو. وهنا الفرق بين حرف الكبير والحرف الصغير: سي كبيرة كيلو كالوري، سي صغيرة سعر فقط. للتحويل كل واحد كيلو كالوري أو سعر يساوي 1000 سعر. كل واحد كيلو كالوري يساوي 1000 كالوري. لعملية التحويل سوف نضرب 1 ضرب 1000،
فيكون لدي الناتج هنا 1000 سي اي ال. ننتقل إلى السؤال التالي، مسألة حسابية. إذا ارتفعت درجة حرارة 34.4 جرام من الإيثانول من 25 درجة مئوية إلى 78.7 درجة مئوية، فما كمية الحرارة التي امتصها الإيثانول؟ لاحظ لدي هنا إذا ارتفعت درجة حرارة 34.4 جرام، إذن هذه تمثل كتلة بما أن الوحدة لدينا بالجرام، من 25 إلى 78، هنا تمثل فرق التغير في درجة الحرارة، درجة الحرارة. فما كمية الحرارة؟ المطلوب حسابه هو كمية الحرارة التي امتصها الإيثانول، ولدينا هنا الحرارة النوعية للإيثانول يساوي 2.44 جول لكل جرام في درجة الحرارة السيليزية. للإجابة على هذا السؤال نحتاج معرفة القانون الصحيح أو المناسب لحل هذه المسألة. القانون المناسب والصحيح لحل هذه المسألة القانون التالي: Q تساوي C ضرب M ضرب التغير في درجة الحرارة، حيث Q تمثل كمية الحرارة، السي تمثل الحرارة النوعية، الام تمثل الكتلة، والدلتا تي تمثل الفرق في درجة الحرارة. درجة الحرارة لدينا أن تحولت من 25 إلى 78، هنا نحتاج إلى حساب الفرق في التغير في درجة الحرارة. لحساب الفرق في التغير في درجة الحرارة، دلتا تي تساوي 78.7 درجة مئوية ناقص 25 درجة سيليزية أو درجة مئوية. راح يصبح الناتج لدي، استخدم الآلة الحاسبة، 78.7 ناقص 25، يصبح لدي الناتج 53.7 درجة مئوية أو سيليزية. نكمل حل المسألة. المطلوب حساب كمية الحرارة، إذن كمية الحرارة Q تساوي الحرارة النوعية 2.44 ضرب كتلة 34.4 ضرب التغير في درجة الحرارة 53.7 تساوي 53.7 ضرب 34.4 ضرب 2.4، يصبح لدي الناتج 4500 و7. الكيو تقاس كمية الحرارة، دائما ذكرنا قبل قليل أنها تقاس بوحدة الجول، دائما تقاس بوحدة الجول. ننتقل إلى السؤال التالي. اكتب اسم المصطلح العلمي المناسب للتعاريف التالية: مقدار الطاقة الحرارية المخزنة في مول واحد من المادة تحت ضغط ثابت، يطلق هذا التعريف على، ممتاز، على المحتوى الحراري. جهاز معزول حراريا يستخدم في قياس كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة في أثناء عملية كيميائية أو فيزيائية، يطلق هذا التعريف على المصطلح العلمي، ممتاز، المسعر. دراسة التغيرات التي ترافق التفاعلات الكيميائية وتغيرات الحالة الفيزيائية، التعريف التالي يطلق على المصطلح العلمي، أحسنت، الكيمياء الحرارية. الجزء المعين من الكون الذي يحوي على التفاعل أو العملية التي تريد دراستها، التفاعل أو العملية التي أريد دراستها دائما تكون فين موجودة في هذا الكون، نطلق على هذا التعريف بالنظام. التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الكيميائي، التعريف هذا يطلق على المصطلح العلمي، المحتوى الحراري للتفاعل. السؤال التالي:
اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي. يرافق كل تفاعل كيميائي وكل تغير في الحالة الفيزيائية إطلاق أو امتصاص حرارة، العبارة هنا تعتبر عبارة ممتاز، عبارة صحيحة. كل شيء في الكون غير النظام يسمى محيط. كل شيء في هذا الكون لو كان هذا لدي نظام، أي شيء حواليه هذا الجهاز يسمى محيط، يسمى محيط. فالعبارة هنا تعتبر صحيحة. إذا كان المحتوى الحراري للتفاعلات سالب، يكون التفاعل ماص للحرارة، هنا العبارة تعتبر عبارة أحسنت خاطئة. الإجابة الصحيحة ماذا تكون؟ إذا كان المحتوى الحراري للتفاعل سالب، لدي هنا سالب ولدي هنا ماص. نستطيع التعديل على سالب نغيرها إلى موجب، أو نعدل على ماس ونغيرها إلى طارد حسب صياغة السؤال أو حسب المطلوب في السؤال. فالعبارة هنا راح يكون طارد للحرارة. التغير في المحتوى الحراري للتفاعل يساوي المحتوى الحراري للنواتج مطروحا منه المحتوى الحراري للمتفاعلات، العبارة هنا تعتبر عبارة صحيحة. الكون يعرف بأنه النظام مع المحيط، الكون عبارة عن هذا النظام والمحيط، فتكون العبارة هنا عبارة صحيحة. للتفاعل الآتي تكون الدلتا اتش 1652، هل العبارة هنا صحيحة أم لا؟ كيف نكتشف العبارة إن كانت صحيحة أم لا؟ نبحث عن الحرارة، أين هي موجودة؟ هل هي في المواد المتفاعلة أو هي في المواد الناتجة؟ إذا كانت في المواد المتفاعلة تسمى ماص للحرارة، فتصبح الشحنة موجبة. إذا كانت في المواد الناتجة يطلق عليها طاردة للحرارة، فتصبح إشارة سالبة. فالعبارة هنا تعتبر عبارة خاطئة. الإجابة الصحيحة لابد من وجود إشارة السالب هنا. ننتقل إلى السؤال التالي. أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. الحرارة اللازمة لتبخر 1 مول من سائل تسمى، ممتاز، حرارة التبخر المولارية، حرارة التبخر المولارية. التغير في المحتوى الناتج عن حرق 1 مول من مادة إحراقا كاملا يسمى، ممتاز، تسمى حرارة الاحتراق. الحرارة اللازمة لصهر 1 مول من مادة صلبة يطلق عليها بحرارة الانصهار المولارية. هنا الفرق تبخر وسائل، هنا صهر ومادة صلبة. تكتب فراغ في صورة معادلة كيميائية موزونة تشتمل على الحالات الفيزيائية للمواد المتفاعلة والناتجة والتغير في الطاقة، هنا نطلق عليها أحسنت المعادلة الكيميائية الحرارية. يجعلك العرق تشعر بالبرودة لأن تبخر الماء عن جلدك فراغ الحرارة من جسمك. الماء لما يخرج من الجسم ماذا يعمل؟ يجعلك العرق تشعر بالبرودة لأن تبخر الماء عن جلدك، هل يمتص حرارة ولا يطلق حرارة؟ العبارة هنا الإجابة الصحيحة هي إيش؟ يمتص الحرارة من جسمك، فامتصاص حرارة من الجسم فيعطيني برودة. ننتقل إلى السؤال التالي. يتطلب تحويل 2 مول من سائل لمادة صلبة مقدارا من الطاقة يساوي ضعف، أحسنت، حرارة الانصهار المولارية أو المولارية. تكاثف الغاز إلى سائل يتضمن حرارة التبخر المولارية. إذا لزم 100 جول لصهر مكعب من الثلج فإنه يجب أن يمتص مكعب الثلج، أحسنت، حرارة. عندما يتكاثف غاز إلى سائل فإن الحرارة سوف فراق إلى المحيط، سوف ماذا؟ سوف تنطلق إلى المحيط. القيمة دلتا اتش سالب 572 كيلو جول للمعادلة التالية تسمى المحتوى الحراري للتفاعل، تسمى المحتوى الحراري للتفاعل. ننتقل إلى السؤال التالي. ما كمية الحرارة الناتجة عن احتراق 54 جرام من الجلوكوز بحسب المعادلة التالية؟ المحتوى الحراري للاحتراق الدلتا اتش تساوي سالب 2808 كيلو جول، علما بأن الكتلة المولية للجلوكوز 180. لاحظ العبارات التي تحتها خط سوف تساعدني في عملية الحل. عن احتراق 54 جرام، هنا كتلة ولدي معادلة كيميائية ولدي المحتوى
الحراري ولدي الكتلة المولية، ماذا أفعل بالكتلة المولية الموجودة لدي هنا؟ لاحظ في التفاعل، 1 مول من الجلوكوز. السؤال لم يأتي بعملية أو لم يضع لي عدد المولات، أنا أستفيد من وجود الكتلة والكتلة المولية في حساب عدد المولات من خلال القانون الذي تم ذكره سابقا، الكتلة المولية. الكتلة لدي هنا 54، الكتلة المولية لدي هنا 180.18. الإجابة تكون 54 تقسيم 180.18 صفر فاصلة، بعد التقريب نقول 0.3، الوحدة تكون مول. إذن كل 1 مول من الجلوكوز هذا كم راح يعطيني من المولات؟ نعمل عملية معادلة بسيطة، كل 1 مول ينتج كم؟ ينتج سالب 2.808. إذن إذا كان عدد المولات 0.3 كم راح ينتج لدي من محتوى حراري؟ نعمل عملية طرفين في وسطين، تكون الإجابة 2808 بالسالب ضرب 0.3 تقسيم 1، الناتج سيصبح لدي ضرب 8.208 841. المحتوى الحراري سوف يصبح لدي 800 أو كمية الحرارة 841 كيلو الوحدة. طيب ننتقل إلى السؤال التالي، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ينص قانون هيس على أنه إذا أمكن جمع معادلتين كيميائيتين حراريتين أو أكثر لإنتاج معادلة نهائية لتفاعل ما، فإن مجموع التغير في المحتوى الحراري للتفاعلات الفردية يساوي تغير المحتوى الحراري للتفاعل النهائي. العبارة هنا تعتبر أحسنت صحيحة. تعرف حرارة التكوين القياسية بأنها التغير في المحتوى الحراري الذي يرافق تكوين جرام واحد من المركب في الظروف القياسية من عناصره في حالتها القياسية. هنا العبارة تعتبر عبارة خاطئة. إذن أين الإجابة الصحيحة؟ الخطأ وين موجود في العبارة؟ نبحث عن الخطأ، نكتشف أن الخطأ موجود هنا. عبارة خاطئة، الإجابة الصحيحة مول بدلا من جرام. تعد الصلابة الحالة القياسية للحديد، الحديد يوجد على أي حالة؟ دائما يوجد بالحالة الصلبة، فتعتبر الإجابة هنا صحيحة. تعد الحالة الغازية للحالة القياسية للغاز عند ضغط جوي مقداره 1 أتم. أي شيء حالة غازية عند ضغط جوي 1 أتم يكون حالة الغاز أو الحالة الغازية للحالة القياسية للغاز في صورة إيش؟ غاز، فتعتبر العبارة هنا صحيحة. توفر حرارة التكوين القياسية بيانات تستخدم في حساب المحتويات الحرارية للتفاعلات عند الظروف القياسية باستعمال قانون هس. هنا العبارة تعتبر عبارة صحيحة. عندما تكون قيمة حرارة التكوين القياسية ذات إشارة سالبة، يعني ذلك أن طاقة قد امتصت في أثناء التفاعل. أي إشارة سالبة في أي تفاعل حراري نطلق عليه إطلاق طاقة وليس امتصاص طاقة، فالعبارة هنا تعتبر خاطئة، فهنا إشارة موجبة. إذا كان ممتص يكون إشارة موجبة، إذا كان منطلق يكون إشارة سالبة. تعد الصلابة الحالة القياسية للزئبق، الزئبق لا يوجد بالحالة الصلبة، دائما يوجد بالحالة السائلة، فتعتبر العبارة هنا خاطئة، الإجابة الصحيحة السائلة. الحالة القياسية لمادة ما هي الحالة الطبيعية للمادة عند درجة حرارة مقدارها 0 كلفن وضغط جوي مقداره 1 أتم، هنا العبارة تعتبر عبارة صحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي، السؤال استعمل المعادلتين A و B لإيجاد الدلتا H للتفاعل الآتي. نلاحظ من خلال السؤال لدينا 3 معادلات، معادلة أساسية ومعادلة A ومعادلة B.
نريد نستفيد من المعادلة AB لإيجاد الدلتا H. أولاً نلاحظ المعادلة الأساسية ونقارنها بالمعادلتين الموجودتين في الأسفل. المعادلة A مشابهة إلى حد ما إلى المعادلة الأساسية. يوجد هنا S ويوجد هنا S. إذن المعادلة A تضرب في 2. المعادلة B كذلك مشابهة إلى حد ما لكنها عكس المعادلة الأساسية، فإذا نحتاج إلى عكس المعادلة. المعادلة A تصبح 2 S زائد 2 O2 تتحول إلى 2 SO2. ضربنا المعادلة A في المعامل 2، إذن نحتاج أن نضرب الدلتا H كذلك في 2، فتكون سالب 297 ضرب 2، يصبح لدي الناتج سالب 594، سالب 594. المعادلة B نعمل لها عملية عكس للتفاعل فتصبح المعادلة كالتالي 2 SO2 زائد O2 تتحول إلى 2 SO3. نعمل عملية مقارنة للمعادلة الأولى والمعادلة الثانية. قبل ذلك نلاحظ الدلتا H في المعادلة الثانية موجبة تتحول إلى إشارة سالبة، سالب 198. نعمل مقارنة بين المعادلتين، نلاحظ المتشابهات ونلاحظ المختلفات. نعمل عملية جمع للمعادلتين. المواد المتفاعلة في المعادلة التي في الأعلى يوجد S، في المعادلة التي في الأسفل لا يوجد S، إذن تنزل هذه الS تصبح 2S زائد. في المعادلة التي في الأعلى يوجد لدي أكسجين، في المعادلة التي في الأسفل يوجد لدي أكسجين. نعمل عملية جمع لهذه الأكسجين، 2 المعامل 2 زائد المعامل 1 يصبح لدي 3O2. الطرف الثاني 2 SO2 لا يوجد لدي في الأسفل في النواتج 2 SO2، لكن يوجد لدي في المتفاعلات، إذن نحذف هذه المادة مع هذه المادة. المادة المتبقية تنزل زي أو كما هي 2 SO3. نعمل الآن عملية جمع للمحتوى الحراري، سالب 594 ناقص 108. إذن الدلتا H تساوي سالب 792. للتأكد من أن المعادلة صحيحة نشاهد أو نلاحظ المعادلة النهائية مشابهة للمعادلة الأساسية، إذن يكون الحل صحيح بإذن الله. نتوقف هنا أعزائي المشاهدين أبنائي الطلاب والطالبات، لننتقل معكم لفاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لنستكمل هذه الحلقة. طرق الاستذكار الفعالة. معظم المشكلات التي يعاني منها الطلاب في التعليم ترجع إلى جهلهم بطرق الاستذكار الجيد واستخدام عادات استذكار سيئة. وإليكم بعض القواعد العامة للاستذكار الفعال. قم بتنظيم أوقات الاستذكار واختر المناسب منها لكل مادة. اختر الأماكن الهادئة والمعدة للاستذكار. عند المذاكرة
اقرأ الموضوع قراءة عامة، وضع خطا تحت الفقرات المهمة، اختبر نفسك في الموضوع الذي قرأت فيه لتتأكد من مدى فهمك. المواد التي تحتاج إلى حفظ اختر لها الأوقات المناسبة. أعطي وقتا أكثر للدروس التي ترى أنها صعبة بالنسبة لك. إذا شعرت بالنوم أو الملل فلا تقاوم، بل الجأ إلى الراحة. لا تذاكر المواد المتشابهة مع بعضها، بل ضع فاصلا بينها ولتكن مادة أخرى. تذكر أن السهر الكثير متعب لك ولصحتك ويؤثر على الفهم والاستيعاب. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، لنستكمل ما بدأنا به في هذه الحلقة من برنامج 100 على 100، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي في مادة الكيمياء. ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج 100 على 100. والآن نستكمل المراجعة. السؤال: أكمل الفراقات التالية بما يناسبها. تنص على وجوب تصادم الذرات والأيونات والجزيئات بعضها ببعض لكي يتم التفاعل. التعريف هذا خاص بما يسمى، أحسنت، نظرية التصادم. حالة غير مستقرة من تجمع الذرات يحدث لها أو يحدث خلالها تكسير الروابط وتكوين روابط جديدة. التعريف هذا يطلق على المصطلح العلمي، ممتاز، المعقد النشط، المعقد النشط. التغير في تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة في وحدة الزمن في التفاعل الكيميائي، التعريف التالي يطلق على المصطلح العلمي سرعة التفاعل الكيميائي. يسمى الحد الأدنى من الطاقة لدى الجزيئات المتفاعلة واللازم لتكوين المعقد النشط وإحداث تفاعل بأحسنت الطاقة أو طاقة التنشيط، طاقة التنشيط. ننتقل إلى السؤال التالي: أكمل الفراقات التالية. لكي يؤدي التصادم لحدوث تفاعل لابد من توفر ثلاث شروط. الشرط الأول: يجب أن تتصادم الذرات أو الأيونات أو الجزيئات المواد المتفاعلة. المواد المتفاعلة عادة تكون مادتين أو أكثر، لابد أن يحدث بينهم تصادم حتى يتم التفاعل. يجب أن تتصادم المواد المتفاعلة في الاتجاه الصحيح. لما تتصادم المواد المتفاعلة لابد يكون التصادم بشكل صحيح، رأس برأس مثلا. يجب أن تتصادم المواد المتفاعلة بطاقة كافية لتكون المعقد النشط، تكوين المعقد النشط. ننتقل إلى السؤال التالي: استعمل الرسم البياني التالي للإجابة عن الأسئلة الآتية. لدينا رسم بياني ولدينا عدة أسئلة. ما نوع التفاعل الذي يمثله الرسم البياني؟ هل هو طارد أم ماص للحرارة؟ هنا توجد المواد المتفاعلة وهنا توجد المواد الناتجة. نلاحظ المواد المتفاعلة أعلى من المواد الناتجة، إذن التفاعل يسير في هذا الاتجاه، إذن التفاعل يصبح طارد للحرارة، التفاعل طارد للحرارة. ما الصيغة الكيميائية التي أعلى قمة المنحلة؟ الصيغة التالية تمثل المعقد النشط. ما الذي يمثله الرمز EA؟ أحسنت، تمثل طاقة التنشيط، تمثل طاقة التنشيط. ما الذي يمثله الرمز دلتا E أو دلتا H؟ يمثل هذا الرمز الطاقة النهائية المنطلقة من التفاعل الطارد لي الحرارة. ننتقل إلى السؤال التالي: أكمل الفراقات التالية بما يناسبها. تعمل فراق على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تستهلك. نطلق هذا التعريف على المواد، ممتاز، المواد المحفزة أو ما تسمى بالمحفزات. تعمل فراق على إبطاء، هنا سرعة أو زيادة سرعة، هنا إبطاء سرعة التفاعل.
يطلق هذا التعريف على أحسنت المثبطات. العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل هي 1- طبيعة المواد المتفاعلة، 2- التركيز، 3- مساحة السطح، 4- المحفزات. ننتقل إلى السؤال التالي: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي. تقليل تركيز المتفاعلات يزيد من عدد التصادمات بين جزيئات المواد المتفاعلة. تقليل التركيز يزيد من عملية التصادمات. صح أم خطأ؟ العبارة هنا تعتبر عبارة أحسنت خاطئة، بينما هي زيادة تركيز المتفاعلات يزيد من عدد التصادمات. يوجد المحفز غير المتجانس في حالة فيزيائية تختلف عن التفاعل الذي يحفزه. هنا العبارة تعتبر عبارة صحيحة. ازدياد التركيز لمادة الماء يزيد الطاقة الحركية لجسيماتها التي تتكون منها. هنا العبارة تعتبر أحسنت عبارة خاطئة. إذن العبارة الصحيحة هي درجة الحرارة. الطاقة هنا خطأ، أو عفوا التركيز هنا خطأ. الإجابة الصحيحة هي درجة الحرارة. تزيد المحفزات سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة طاقة التنشيط. هنا عبارة خاطئة، الإجابة الصحيحة بخفض طاقة التنشيط. السؤال التالي: زيادة مساحة السطح للمادة يزيد من سرعة التفاعل. هنا العبارة عبارة إيش؟ صحيحة. يزيد رفع درجة الحرارة التفاعل من سرعة التفاعل بزيادة طاقة التصادمات بين جزيئات المواد المتفاعلة. العبارة هنا تعتبر عبارة صحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي: أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. يعبر عن العلاقة بين سرعة التفاعل الكيميائي وتركيز المواد المتفاعلة، يطلق على قانون سرعة التفاعل. الرتبة الكلية للتفاعل الكيميائي هو ناتج جمع رتب المواد في التفاعل الكيميائي. رتب المواد المتفاعلة أم الناتجة؟ العبارة الصحيحة هنا المتفاعلة. أحسنت. القيمة العددية التي تربط بين سرعة التفاعل والتركيز عند درجة حرارة محددة تسمى بثابت سرعة التفاعل. السؤال التالي: أجب عن الأسئلة أدنى المتعلقة بقانون سرعة التفاعل الآتي. لدينا قانون سرعة التفاعل، ولدينا هنا عدة أسئلة لنجيب على هذه الأسئلة. ما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة إيه؟ هذه هي المادة إيه؟ كيف نستطيع معرفة رتبة التفاعل؟ نلاحظ الأس. الأس هو يعبر عن رتبة التفاعل. الأس هنا 1، إذن الرتبة تكون الأولى. ممتاز. ما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة بي؟ نلاحظ الأس هنا يوجد 2، إذن الرتبة تصبح الرتبة ممتاز الثانية. ما رتبة التفاعل الكلية وفقا لقانون سرعة التفاعل؟ يريد الآن رتبة التفاعل الكلية. راح أجمع أس المادة A مع الأس المادة B، فتصبح الرتبة هنا الرتبة ممتاز الثالثة. عندما يتضاعف تركيز المادة A ستتضاعف سرعة التفاعل الكيميائي. ماذا يمكن أن يحدث إذا تضاعف تركيز المادة B؟ لما نضاعف المادة A ستتضاعف سرعة التفاعل. ماذا يمكن أن يحدث إذا تضاعف تركيز المادة B؟ سيصبح سوف تتضاعف السرعة 4 أضعاف مربع العدد 2. راح نرفع الأس هنا ب2، فيصبح لدينا هو 4 أضعاف. ننتقل إلى السؤال التالي: في التفاعل الآتي اكتب قانون سرعة التفاعل وما هي رتبة التفاعل الكلية. قانون سرعة التفاعل هنا فقط نأخذ المواد المتفاعلة. سرعة التفاعل تساوي K اللي هو عبارة عن الثابت ضرب تركيز المادة الأولى H2. لا يوجد لديها معامل، إذن الأس يصبح 1 ضرب تركيز المادة المتفاعلة الثانية NO. نلاحظ هنا في المعامل يوجد عدد 2، نرفع الأس ب2، يصبح قانون سرعة التفاعل بهذه الصورة. ما هي رتبة التفاعل الكلية؟ في رتبة التفاعل الكلية ذكرنا قبل قليل نجمع الأسس. الأس هنا 1، والأس هنا يعتبر الأس هنا 2، والأس هنا يعتبر 1. أجمع الأسس فتصبح الرتبة الثالثة. أحسنت، الرتبة الثالثة.
إلى هنا أعزائي المشاهدين أبنائي الطلاب والطالبات، نكون قد وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة والمخصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، وليتسنى لنا أن نجيب عليها عن طريق هاشتاغ البرنامج 100 على 100. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أبنائي الطلاب والطالبات مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة لمادة الكيمياء للصف الثالث ثانوي لبرنامج 100 على 100. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها في هذا الجزء من الحلقة عن طريق هاشتاغ البرنامج 100 على 100. إلى أولى الأسئلة، السؤال الأول الذي وردنا: ما العلاقة بين سرعة التفاعل عموما وتركيز المواد المتفاعلة؟ تركيز المواد المتفاعلة، كلما زاد تركيز المواد المتفاعلة كلما زادت سرعة التفاعل الكيميائي. ما العلاقة بين سرعة التفاعل والتركيز المواد؟ تركيز المواد المتفاعلة إذا زادت أصبح التصادم مثمرا، وإذا أصبح التصادم مثمرا أنتج تفاعل كيميائي بحيث أن يكون التصادم باتجاه مناسب. التصادمات التي تتم باتجاهها غير مناسب لا يتم فيها التفاعل الكيميائي، بينما التصادمات التي تحدث بشكل مناسب يحدث فيها التفاعل الكيميائي. فكلما زاد تركيز المواد المتفاعلة كلما زادت احتمالية وجود التصادم المثمر، وإذا زادت احتمالية وجود التصادم المثمر زادت سرعة التفاعل. إلى السؤال التالي، فسر لماذا تتفاعل المواد الصلبة التي على شكل مسحوق مع الغاز أسرع من تفاعل المادة الصلبة نفسها إذا كانت قطعة واحدة. نحتاج هنا إلى رسم قطعة من المادة الصلبة والمسحوق من المادة الصلبة. ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى في حالة كانت مادة مسحوق نلاحظ أن مساحتها أكبر، مساحة التلامس سوف تصبح أكبر، بينما في حالة القطعة واحدة مساحة التلامس أقل. فكلما زادت مساحة التلامس كلما كان التفاعل أسرع، وكلما قلت مساحة التلامس كلما كان التفاعل بطيء أو أحيانا لا ينتج ناتج كامل في التفاعل الكيميائي. فبالتالي مساحة التلامس تؤثر على سرعة التفاعل، كلما كانت منطقة التلامس كبيرة كلما كان التفاعل أسرع، إذا كانت منطقة التلامس قليلة يكون التفاعل بطيء إلى حد ما. ننتقل إلى السؤال التالي، السالب تعبير أن الحرارة خارجة من التفاعل ولا تستخدم في الحسابات. هنا لدينا نوعين من التفاعلات، تفاعلات طاردة للحرارة وتفاعلات ماصة للحرارة. هنا نستخدم الإشارات لمعرفة هل التفاعل هذا طارد للحرارة أو هو ماص للحرارة، فبالتالي لا نستخدم دائما في الحسابات، فقط لمعرفة هل هو طارد أو ماص للحرارة. السؤال الأخير، لماذا تفشل معظم الاصطدامات في تكوين نواتج؟ كما ذكرنا قبل قليل، لو كان لدي مادة بهذه الصورة ومادة أخرى بهذه الصورة، إذا كان التصادم بشكل مباشر بهذه الصورة يصبح التصادم مثمرا فينتج لدي مادة أو ينتج تفاعل كيميائي، لكن لو كانت لدي هذه المادة ولدي هذه المادة التصادم في وضع غير مناسب، فبالتالي تكون الاصطدامات أو معظم الاصطدامات تفشل في تكوين النواتج أو ما تسمى بالتفاعل الكيميائي.
إلى هنا أعزائي المشاهدين أبنائي الطلاب والطالبات، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في الطرح. نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.